انا ومرتي قطعنا مرحلة حلوة وصعبة، احنا ثنائي لنا سنة متجوزين وحبين، طموحنا هو انه يكون عندنا بيبي. اكتشفت حالي حامل بالشهر السابع، وبهالفترة كلها جسمي مثل ما هو ما تغير، لا حسيت بعوارض حمل ولا باستفراغ ولا بشي ولا بأبدا، عايشة حياتي طبيعية وعادية. بهاي الفترة رحنا أنا ومرتي عند الحكيم، وقال لها الحكيم إنه عندها جرثومة، ما كنا نعرف، نحن نعرف شو كان معها. بهاي الفترة قال لي الحكيم إنه كرمال نروح عند حكيم نسائي. فرحت على المستشفى، عملوا لي صورة إيكو، قالوا لي أنت معك كياس على المبيض ومستحيل تحبلي. قررت روح عند دكتور نسائي، إنه حسيت إنه مثل شيء مثل كياس المبيض حيفقع أو شيء أو هيك. فرحت عند الدكتور، أول ما كشف علي بين دغري حبل، بيقول لي مبروك أنت حامل بالشهر السابع ومعك صبي. أنا كنت واقف برا وكان هو عم بيعالجها جوا، طلعت لبرا وكانت عم تبكي ومبسوطة. قلت لها شو بك؟ قالت لي عملت لي هيك بطنة إنه عرفت حبلي. كان شعوري غير يعني ما بيتوصف. رجعنا فتنا على الحكيم، وقال لها الحكيم لها 7 شهور حبلة. نحن ما كنا عارفين ولا شيء بالمرة، ولا نعرف خبر أو شيء. كنت شوف جسمها عم بيتغير، وما كنت عارف إنه عندها عوارض حبل. رحنا عند الحكيم وقال لي هاي جرثومة، من وراء جرثومة بتصير معها نفخة، وكرمال هيك إنه تغير جسمها. نحن اختصرنا 9 شهور بشهرين. يا ريت كنت عارف أول شهر، بس بالأول أحلى، بيحس بنبضات قلبه، بيحس انه عم ينمى. بهي الشهرين هيدي حسيت انا مبسوط كثير، بس انه بيقول له مثل اول شهر وحام، عرفت كيف؟ ما مريت فيها انا هيدي. ناطره مثل ما بيقولوا بجنون. انا بحط راسي على بطن مرتي مشان احس فيه، يعني كل ما احط راسي على بطن مرتي هيك بنزل دمعه حصره بقلبي، يعني ما مثل ما بيقولوا ما باول شهر اهتميت فيه. يا بابا أنا كتير بحبك أول شغلي، وكل شيء راح من 7 شهور يعني ما عرفت فيهم أنا، إن شاء الله بعود لك يوم بالأيام الجاية يا رب، وبحبك كتير. وهذا الفيديو اللي حتحضره ولح تعلي عليه إذا الله رب. الله لا يحرم حدا ويبعث لكل حدا بيشتهي تسمع بحياته كلمة ماما. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.